مرحبا بكم جميعا أوفياء الموعد القانوني الأسبوعي، أهلا وسهلا بكم. يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي: إن الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، إنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب، والحق ملازم للواجب، وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتماعي والسياسي. نتحدث اليوم عن موضوع جد مهم، قد يبدو بديهي لكنه مهم جدا، علاقة الانتخاب كحق للشخص للمواطن وعلاقته بمفهوم المواطنة الشعور بالانتماء. هل يكفي أن تملك بطاقة هوية وطنية وأن تملك جواز سفر جزائري لتشعر بأنك مواطن، أم هناك التزامات أخرى معينة تمارسها أو عليك أن تمارسها اتجاه المجموعة السياسية والاجتماعية حتى يكتمل هذا الشعور بالوطنية والمواطنة؟ تعرف إذن ما هي المقاربة القانونية لمفهوم المواطنة في الجزائر؟ هل نحتاج اليوم إلى قوانين تكرس مبدأ الحق والواجب؟ نرجو فقط أن تبقوا معنا، وكما جرت العادة البداية مع موضوع لزميل عباس عبد الجليل، ونعود مباشرة. يعد حق الانتخاب في الدول الديمقراطية من أهم الممارسات السياسية، ووسيلة مهمة لنقل السلطة من شخص لآخر. ونظراً لأهميته البالغة في حياة الشعوب، أصبحت الدول تعتمد على فكرة الانتخابات كأحد الوسائل الدستورية التي تسعى من خلالها إلى اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على رأي أفراد الشعب. وهذا ما أدى إلى اعتبار الانتخابات حقا من حقوق الناس تكفله لهم مختلف الدساتير الوطنية وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية، وواجبا عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الإيجابي في المشاركة في إدارة الحياة السياسية في مجتمعهم. الانتخاب حق واجب، لازم الإنسان يمارس هذا الانتخاب باش يبني البلد ديالو جزء من الوطن. أقدم صوتي وأنتخب لكي أختار الشخص المناسب. أنا كمواطنة نمارس الانتخاب كحق من حقوقي، لأنه بالنسبة لي أنه كي هذا الإنسان اللي راني ننتخبه هو راح يمثلني على مستويات عالية، مستويات دولية، مستويات عالمية، ويجيب لي حقوقي. الانتخاب هو حق دستوري باسكو يمد لنا لا شونس باش نهضروا على آرائنا، وهو واجبنا باش نبنوا جزائر جديدة إن شاء الله. أنا كمواطنة نحب نمارس حق الانتخاب نتاعي باش نخير شخص مناسب. هذا الشخص اللي نختار يكون شخص له عنده خبرة. راح نمارس الحق تاعي اللي هو الانتخاب باش تكون عندنا، يكون احنا كجيل المستقبل تاعنا يكون مستقبل زاهر. فالانتخابات بكل مستوياتها تشكل مظهراً جلياً من مظاهر الديمقراطية وعاملاً قوياً في ممارسة المواطنة. فالانتخاب بقدر ما هو حق من حقوق المواطن التي كرسها الدستور، فهو واجب يمليه حب الانتماء إلى الوطن لما يمثله من التزام ومسؤولية في اختيار المشروع الذي يحقق الأهداف التنموية ويراعي المصلحة العليا للفرد والمجتمع على حد سواء. مرحبا إذن من جديد. موضوعنا إذن هو المواطنة وعلاقته بالحق الشخصي والواجب الشخصي للاقتراع أو الانتخاب. سعيدة جدا لاستضافة أحمد دخينيسة، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر واحد. شكرا على الاستضافة سيدتي. شرف كبير، يعطيك الصحة للمجيء، وطبعا مستشار البرنامج محمد فقير أستاذ بجامعة الجزائر كذلك. مرحبا بكما. قلت أن الموضوع بديهي، قد يكون يفهم هكذا فقط، لكنه أبعاده أستاذ محمد فقير. المقاربة القانونية، المقصود بالمواطنة، من هو المواطن في الجزائر؟ هل يكفي أن تكون لديك بطاقة هوية وجواز سفر لكي تكون مواطنا لبلادنا؟ نعم أخت فازية، لما نرجع للمقاربة القانونية بالنسبة لفكرة المواطن واللي يشكل ركن من أركان الدولة هو الشعب، والشعب حتى عندنا ما يسمى بالشعب الاجتماعي وعندنا الشعب السياسي. نعم احنا لما نعرفه المواطن هو اللي تربطه رابطة قانونية بينه وبين الدولة، والرابطة القانونية بالدرجة الأولى هي الجنسية اللي نظمها قانون الجنسية. بغض النظر عن المقيم في الجزائر، عندنا أشخاص موجودين في الجزائر ولكن بصفتهم مقيمين، سواء كانوا مقيمين دائمين أو بصفة مؤقتة، ولكن المواطن اللي نقصده اليوم حنا في عنصر الانتخاب
وذلك المواطن اللي تربطه بالدولة رابطة الجنسية وهي رابطة قانونية وكما قلت نظمها قانون الجنسية. هؤلاء المواطنين يشكلون كما قلت هو ركن من أركان الدولة هو الشعب، والشعب بمفهومه شعب سياسي وشعب اجتماعي. احنا فيما يخص عنصر الانتخاب نتكلم عن الشعب الاجتماعي، الشعب السياسي. ما معناه؟ هو ذلك حقيقة الأفراد اللي تربطهم بالدولة رابطة قانونية جنسية وتتوفر فيهم الشروط القانونية لأن ينتخبوا وينتخبوا. وهذا هو الأمر اللي يخلي هؤلاء المواطنين لديهم، هؤلاء الأشخاص بالضبط اللي عندهم القدرة في إدارة شؤون العامة للدولة واللي تكلم عليها المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي تقول بأنه لكل مواطن الحق في إدارة شؤون العامة للدولة. على ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أستاذ دخينيسا، الإعلان أو ديكلاراسيون يونيفرسال دو دووا دو لوم اي دو سيتويان، الفرق بين الإنسان والمواطن مهم جدا هذه النقطة. نعم نعم، يعني لو في لأن هناك فلسفة سياسية كلش فلسفي، الأساس القانون له فلسفة. الإنسان هو الإنسان المجرد من الرابطة القانونية كما قال زميلي، الرابطة القانونية اللي تربط الإنسان، لأنه الإنسان قد يفقد المواطنة لأنها حق من الحقوق السياسية. الإنسان الفرد، نقدر نفرق بين الفرد الإنسان المواطن، لأنه المواطنة حق سياسي. لأن المواطن الجزائري أي مواطن لما يولد ترتب نتائج أنه يكتسب الجنسية، لأنك من جنسية من أب جزائري، الآن من أم جزائرية كذلك. مجموعة الحقوق بين الحق السياسي الذي هو تقريبا بالنسبة للجزائريين اللي عندهم الجنسية يعني أوتوماتيكي في 18 سنة حتى البلدية أو السلطة تسجلك عمليا بشكل أوتوماتيكي. إذا نحن نصبح مواطنون. نعم، نصبح مواطن بشكل عفوي. ولكن المواطنة التي الآن المقصودة زميلي أعرفها هي الحق الانتخاب بالأساس، بمعنى كيف أن المواطن يشارك الانتخاب، هو المشاركة في تحقيق وإنجاز الإرادة الجماعية، ليست مجرد إرادة فردية. طيب، لأن المواطن بالذات المواطن هناك البعد العام ديمونسيون بيبليك، انا مواطن في علاقاتي مع المجتمع مع الدوله، كيف اسهم في خلق الاراده العامه، لاني عندي اراده خاصه في حياتي الخاصه، القوة العامة في ان امتلك، ان ادرس، ان كذا، ان اشتري، ان ابيع، ان اتزوج، ان هذه حريات. الان المواطنه هي البعد العمومي. طيب، وبالتالي ليست فقط كأنه واجب اجتماعي، كيف تسهم في الحياة العامة وفي إنجاز الصالح العام. طيب، إذا كان الحق في الانتخاب هو بعد مهم للمواطنة، وأن الفرق بين المقيم الدائم والمواطن هو لاكسيون دو فوت، الفعل الانتخابي، هل الانتخاب هو الحلقة الأخيرة من سلسلة المواطنة، أم هو بداية لأن أكون مواطنا فعالا سيتويان بوزيتيف؟ نعم، لانه القانون يسمح لك اوتوماتيكيا من سن كذا انك تكون منتخب ومنتخب. نعم، يعني مكرسه دستوريا وشيء واضح. ولكن المواطنين الاشكاليه في ممارسه المواطنه. نعم، هل المواطنين يترشحون؟ هل المواطنين يصوتون؟ المواطنه لا سيتويانتي اكتيف بوليتيكمون، هي كان عندها البعد السياسي المتعلق بالإسهام في خلق الإرادة العامة. الآن في الحقيقة في الجزائر وفي العالم، ولكن في الجزائر أكثر، هناك نوع من أزمة الديمقراطية التمثيلية، ولهذا مررنا إلى ما يسمى الديمقراطية التشاركية لمحاولة إعطاء بعد أوسع للمواطنة، ليست في لحظة الانتخاب فقط، فيما بعد الانتخاب. كيف نخلق؟ لماذا؟ لأنه الصالح العام قد يتجسد في لحظات مهمة، ولكن الانتخاب هو ثقة وتخلي، لأني نثق فيك ننتخبك، ولكن بعد عندي ثقة مطلقة ومن بعد ندخل. ولهذا كانت أزمة الديمقراطية الانتخابية وموفق التوافقات اللي تروح للبعد الاجتماعي وليس فقط مجرد سياسي. أستاذ محمد فاخر سأعطيك الكلمة، لكن على ذكر الأزمة، أزمة الديمقراطيات، يقول لك أنه المواطنة هو نتاج الديمقراطيات، إذا كانت الديمقراطيات شعوب غير راضية على هذه الديمقراطية والديمقراطية في أزمة، هل المواطنة اليوم في أزمة؟ نعم، في الجزائر نقدر نعطوها لو سيمبتوم هو العزوف، ليست بخير المواطنة، العزوف
وهو نعم تفضل استاذ محمد فقير. نعم اخت فازيا تكملة تفضل نعم. فيها الدكتور خنيسة انه فيما يخص فكرة المواطنة والانتخاب والمواطن والمقيم الدائم، احنا لازم نعرفه بالنسبة للمواطن انه يفهم حتى تكون عندما يسمى فكرة المواطنة لابد موجود مجموعة من العناصر، اهم عنصر وهو الشعور بالانتماء الى تلك الجماعة. لما الشخص يشعر بالانتماء الى جماعة حقيقة سيكون لديه وفاء لتلك الجماعة وسيشارك من اجل تحسين ذلك الجماعة. وهنا الفرق ما بين الشخص المواطن والمقيم. المقيم لما تلقاش عنده هذاك الانتماء ولا الشعور بالانتماء إلى تلك الجماعة كما هو بالنسبة للشخص اللي عنده رابطة الجنسية. المواطنة تظهر في السلوك الانتخابي، فهي إذا النتيجة ما بعد متوفر مجموعة من الشروط في الشخص المواطن وهي شروط الانتخاب، وهذا اللي يميز المواطن عن المقيم الدائم. الآن المواطن يقول لك أنا حتى نشعر نفسي، البعض يقول لك أن به نشعر نفسي أنني مواطن لابد أن يتمتع بحقوق، الآخر يقول لك لا لابد أنك تؤدي واجبات حتى تحقق على حقوق. وهنا ظهرت المضاربة ما بين النظريتين، هل حقيقة أنك تنتظر حقوقك أم أنك تؤدي واجباتك؟ طيب إذا كانت الانتخاب هو البعد المهم، أعود إلى مسألة الانتخاب وعلاقته بالمواطنة. اليوم كما ذكرت أستاذ دخينيسة أن هناك أزمة في الثقة التي أو الثقة المترجمة من خلال الصوت الذي سيعطيه المنتخب أو الناخب لمنتخبيه. اليوم هذا الحق، هذا الحق نعرف كلنا تاريخيا أن شعوب ماتت من أجل الحصول على حق الانتخاب في كل دول العالم وخاصة المرأة. كيف للمواطن الغنونس على هذا الحق اليوم؟ كيف نترجم هذه الحالة؟ الحالة في الجزائر قلنا هناك العزوف، ممكن أسباب نعم. الحقيقية العملية، الأسباب الحقيقية ممكن عندنا أسباب نقد نتفقوا عليها. ومتى بدأت؟ هو قضية الفساد الذي ميز الانتخابات. كيف كانت تبنى القوائم، قائمة المغلقة مع ما يسمى الشكارة الرشوة، هذا الذي دفع المواطن إلى العزوف، لا يريد المواطن أن يشارك في عملية مزورة. لكن ليس هذا فقط، هناك من يقول أنه في زمن الانتخابات يأتي إلى المواطن ويطلب منه بالانتخاب، وعندما تروح الانتخابات ما نعرفك ما تعرفني. نعم، ولهذا لابد نعرف السلوك، هذا السلوك أصبح عميق وراسخ في الجزائر. مبدئيا نقوم بدراسة عملية، لماذا؟ لأنه نقدر نقول لك نوع ما الجزائري عنده ريع الحقوق، بين ريع الحقوق أنه لم يشعر بقضية أن انتخاب شيء مهم. قلتي سيدة في جنوب إفريقيا كيف لما عاد السود الحق، كيف كانت كيلومترات من الجزائري لا يشعر بهذا، لأنه وهنا تناقض في الجزائريين. عندنا احنا في الوطنية كوطنيين عندنا وطنية قوية جدا وشعور بالانتماء قوي للدولة، والشعب الجزائري مستعد، حتى أبناء الصغار مستعدين للتضحية الأقصى، ولكن لما يمارس الذي حق يبدو بسيط هناك عزوف، هناك نوع من الغضب. لماذا؟ هذه تتفسر بما حدث في الحياة السياسية، كانت حياة مغلقة، كانت حياة كأنها طبقة سياسية مغلقة على نفسها لا تنفتح المجتمع، يشعر المواطن أنه لا يمثلونه، أن هناك نوع من الأنانية، نوع من المصالحة. وإن كانت في العالم كلها كاين أزمة هذه، ولكن في الجزائر كانت أزمة عميقة جدا جدا. أستاذ محمد فقير، كيف للحكومات اليوم التي ترى أن الحكومات تضخ أموال كبيرة لقيام بحملات دعائية حتى تطلب من ذلك المواطن أن يمارس حقه؟ نعم، هو حتى نتفق على شيء معين، هو أنه ربما إذا تحدثنا عن الجزائر أنه المواطن الجزائري ما نشكوش في المواطنية تاعو، يعني ما نقولوش بأنه هو ربما لا يتمتع بالمواطنة. نعم. ولكن ربما حتى يعبر على تلك، كيف يعبر على تلك المواطنة، أنه المواطن باش يعبر على تلك المواطنة لابد بالدرجة الأولى تكون عنده ثقة بينه وبين مؤسساته. والثقة هذه لابد يشوفها من خلال النتائج اللي تترتب عن الوعود الانتخابية، إذا كنا نتحدث على مجالس انتخابية. الآن المواطن لابد كذلك ما يبقاش فقط يقول أنني الدولة ما وضعت ليش، ولكن المواطن قادر يمارس عمليات المواطنة من خلال أمور بسيطة في حياته اليومية. أنا لما نقول لك أن الدستور يسمح لك أنك تقدم شكاوى وعرائض اتجاه مسؤولين لم يقوموا بأعمالهم على المستوى المحلي، يعني في البلديات أو أمناء عامين أو ولاد أو رؤساء دوائر، وانت تلقى المواطن ربما في المقاهي يتحدث ويقول لك هذا ما يخدمش عمله، هذا ما يقومش بالواجب نتاعو، هذا راه فاسد، ولكن تقول له وش عملت؟
يقول لي ما درت والو. اذا هنا خلل في اثر ممارسه المواطنه. كان من المفروض ان المواطن يروح يحرر العريضه، حتى ربما يقول لك انني حتى نحرر عريضه وما نتلقاش نتائج، ولكن انني لابد انني تكون عندي الان فكره انني نفكر كيفاش نعاود انني نصلح ذلك الخلل. هذا الشخص اللي اليوم خلى المواطن عازف على انه يقدم شكوى امام البلديه او امام رئيس او امام رئيس الدائره ام الوالي، لابد الان فرصه امام المواطنين من اجل خلق جمعيات، خلق الصحافه الرقميه، منصات رقميه. اذا انت تطلب ان تتحدث هنا عن مشاركه المواطن في الحياه المجتمع المدني المجتمعيه. نعم. لكن 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 نحن نطلب دائما من المواطن ان يشارك استاذ دخينيسة، ان يشارك، لكن لم نحدد القوانين، لم تحدد كيف هي هذه العملية التشاركية، أين يشارك، متى يشارك؟ نعم، يعني احنا قانون وفي ماذا يشارك؟ نعم فقط. شكرا. لأنه المطلوب هنا كيف نجسد، لأنه لو قرأنا الدستور الجديد القوانين، لما نقرأ قانون البلدية ما تحدث، نقرأ قانون المدينة للناس نساته، نقرأ قوانين متعلقة بالبيئة، نقرأ كل القوانين كثير منها قانون الجمعيات، لما تقرأ قوانين معنى كاين إطار قانوني للمشاركات، يعني فقط مش فقط في انتخاب، في أشياء أخرى. الآن المطلوب قانون كبير حول الديمقراطية التشاركية، قانون جديد حول بلدية. المطلوب المرور ليس من المبدأ الآن مكرس سوريا من يعني في 2016 زدنا الدعم في 2021 النص على المواطنة، حتى التربية على المواطنة في المدرسة. إذن هناك وعي بأهمية المواطنة كفعل سياسي وكفعل اجتماعي، يعني توسيع معنى المواطنة. الآن سيدة طرحتي كيف يمكن مرور التجسيد، المطلوب تعديل القوانين، خاصة يقدر يكون قانون حول الديمقراطية التشاركية، كان هناك مشروع ولكن لم يجسد، يمكن عن طريق قانون البلدية الولاية، كثير من القوانين حتى المتعلقة بالبيئة، المتعلقة بكل حياة، المتعلقة بالمدينة، المتعلقة بأشياء نعرفوها. مثلا هناك ممارسة في المواطن الجزائري في الحي يمارس، نقدر نديروا مجالس الأحياء، هناك جمعيات الأحياء، ولكن يمكن تأسيسها. تراجعنا كثيرا في هذه المسألة. نعم. كانت عندنا كشافة إسلامية اللي كان اسمح لي أستاذ اللي كان ما يدخلش ما ينضمش لفوج كشافة كان اللي مال فيه. نعم. في الكلاس كنا كانت في الفولونتاريا العمل الجماعي، أين هي هذه الفئة؟ المجتمع الجزائري عنده تقاليد مواطنة، كل تقاليد التضامن الموجودة في الجزائر، في نظافة الأحياء، في الأحياء، في الآن في الجمعيات اللي تقوم بالأعمال الاجتماعية في الكوفيد، معناها لو بوتونسيال الكومون قوي موجود كدفق. المواطن الجزائري نفسه هذا الذي يشارك في العمل الخيري قد لا يشارك في الانتخابات. هناك عدم توفيق نصوص والأطر كينا. الآن ما هو مطلوب سيدتي وقلتها وتقريبا هذه هي لابيست، هو نص نوعا ما يعطي البوست، يعني يعطي الدفع. ما هو دفع. قال نخلق ليس جمعيات فقط، قال نخلق أحياء، لجان أحياء بشكل إجباري. حتى على ذكر الأحياء، أنه سيتوين دو كارتي أنا ننتمي إلى هذا الحي، لكن إذا ما كنتش نشارك في أعمال الحي لا أعتبر ابن الحي. نعم. هناك هذه النظرة. نعم. في أحيائنا، وهذه كانت موجودة. نعم. كانت. نعم. روح الجماعة، روح الجماعة. الحي موجودة. أستاذ محمد فقير، الفرد ملتزم بقوانين الجمهورية، هل يكفي أن تلتزم بهذه القوانين العامة يجعل منه مواطنا صالحا حتى نعود إلى الفكرة، أم أنك ملزم ببعض الأحياء؟ يقول كان بون سيتويان ريسبكت للواد لا ريبوبليك. نعم، وهي قاعدة لما ترجع إلى العالمي لحقوق الإنسان في فحوى يتحدث على المواطنة ماذا تساوي، هو سيادة القانون. سيادة القانون ليس فقط على المواطن، على كل المسؤولين باعتبارهم كذلك مواطنين. لما الكل يكون عندنا مساواة أمام القانون، لما تكون كاين الشفافية في الإجراءات والتقاضي، لما تكون كاين عدالة قوية، لما تكون استقلالية في السلطة القضائية، هذه كلها يعزز فكرة المواطنة لدى المواطن. لما المواطن قلت لك يشوف مؤسسات وتتمتع بالحيادية اتجاه كافة المواطنين، هنالك استقلالية في السلطة القضائية، هذا يعزز أنه يمارس الأسلوب المواطني. ولكن ما دمنا أننا في الانتخابات أخت فازية، وأمام حملة انتخابية، وأمام جايين أمام تصويت، لابد كذلك المواطن يمارس المواطنة. كيف ذلك؟ عن طريق التبليغ،
عن طريق أن نركز كذلك عن طريق التبليغ، لأن الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات يسمح لك بذلك، أنك تبلغ على الفساد، على المال الفاسد اللي يمكن أنه يستعمل في الحملة الانتخابية، عن ربما التجاوزات اللي ممكن تصير يوم الاقتراع، لأنه لابد أن المواطن يعبر عن مواطنته من خلال الرقابة الشعبية يوم فرز الأصوات، يوم كذلك إعلان على النتائج من خلال الطعون اللي تسمح له قانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأنا نقول لك بأنه نركز، نعود ونركز أن المواطن الجزائري عنده فكرة المواطنة، وأبرز مثال على ذلك هو حراك 22 فيفري. حراك 22 فيفري جاء نتيجة حس مواطني لدى المواطنين، وشفنا النتائج اللي صرا والإصلاحات اللي ترتبت على ذلك. فقط أننا نعطوا فرصة للمواطنين من خلال خلق الثقة ما بين المواطن وما بين المسؤول، وإعطاء ما يسمى باستقلالية العدالة والقضاء، ستكون هنالك شفافية وتجسد فكرة المواطنة لدى المواطنين. أستاذ دخنيسة، المفهوم المواطنة عبر التاريخ عرف عدة مفاهيم، عدة تطورات. اليوم هناك من يقول أنه مفهوم مرن يعني فليكسيب. هل نحن في الجزائر محتاجون أن نكيف هذا المفهوم مع واقعنا، مع المعاش اليوم؟ اليوم نتحدث عن السيتوينتي النميريك. نميرك، نعم، وهي من الوسائل للدعم. كيف؟ احنا الان هناك لشك، هناك مبادرات ولكن ضيقه، لازم تعميمها، لازم اعطاء المثل، لانه المجتمع المدني في الجزائر لما نقولوا في الانتخابات ممكن يلعب دور، وما نديروش تناقض بين المجتمع المدني والسياسي البعض يديرها، لانه هو مجتمع واحد في الحقيقه. لما نشوف الممارسات، كانت كثير ممارسات جيده في الاحياء، في الان حتى في يعني الوسائط هذه موجوده. الان ممكن نديروا قانون جديد، اطار كبير اللي يفعل كل الوسائل التي موجوده في العالم، التربيه على المواطنه في برامج التكوين، في برامج الدراسيه، التربيه الوطنيه موجوده الان، تم تنصيص عليها في القانون. متى يصبح الجزائري، المواطن الجزائري، يمكنه ان ينقر على البيسي تاعه ويرفض مشروع حتى ولو جاء من منتخب انتخب عليه، يثري ذلك المشروع، يسيني بيتيسيون؟ نعم، الان في الدستور ينص على الان المطلوب المرحله القادمه قانون أو مجموعة القوانين التي تعطي الوسائل. لماذا؟ لأنه بعض المجتمع المدني، بعض الناس راهم في هذه المرحلة، البعض في المرحلة ولكن أوساط ضيقة. نعم. لتعميمها فلومبليفي، لتعميمها وممكن لازم لها إطار قانوني تنظيمي، نصوص قانونية نحتاجها. نعم نعم، نحتاجها. لماذا؟ لتعميم مبدأ الحق والواجب. نعم، لما تقول أنه مواطن تقول تقدر ترفض، وأكثر من تقدر ترفض، عوض أنك ترفض بالاحتجاج وحرق تقدر ترفض بالنقر، كما تقدر تشارك. شكرا. أكثر من أنك ترفض، تشارك. أنك تشارك في مداولات، أنك تشارك في إن بيتيسيون، الأشياء، الوسائل حتى ما تعلق بالاستفتاءات المحلية. ممكن لأنه القانون لو جاء جديد راح ينص على كثير من الوسائل، الاستفتاء، لابيتيسيون، الطعن، مجالس الأحياء، مجالس المتعلق، ما ننساش الحوكمة كذلك حول المرافق العمومية، كثير الماء، كثير الأشياء اللي موجودة يجب تفعيلها. نعم، الوقت يداهمنا، تفضل. نعم، فقط أخت فازي، أنا أقول بأنه لا يعني معنى ذلك أنه الإنسان كي يتمتع بصفة المواطنة وعنده رابطة الجنسية عنده الحرية في التعبير ولا في المساس بأمن الدولة ولا استقرار مؤسستها، لأنه شفنا كثير من الأشخاص اللي ربما حقيقة عندهم رابطة الجنسية وربما يعبروا عن أمور لكن تمس باستقرار الدولة وبالأمن الدولة وباستقلالية مؤسسات وبزعزعة النظام، وهذا اللي خلى مؤخرا ربما تصنيف بعض المنظمات كمنظمات إرهابية بالرغم أنهم يتمتعون بالجنسية، أشخاص يتمتعون بالجنسية الجزائرية ويحاولوا أنهم ربما يمسوا باستقرار مؤسسات الدولة على أساس أنهم يعبروا عن آرائهم. المواطنة هي حق وهي حرية، ولكن لا يعني أنك لدرجة تمس بسيادة الدولة، لأنه الأصل هو روح الانتماء والمحافظة على الدولة قبل كل شيء. في كلمة فقط، المواطنة ومفهوم المواطنة والانتخاب. نعم، المواطنة أبرز تجسيد لها هو الانتخاب، سواء عبرت بنعم أو لا، ولكن هو الأسلوب الديمقراطي للتعبير عن رأيك السياسي في مؤسسات الدولة. هنا ربما كلمة أخيرة فقط وسأختم البرنامج بمثال سيدة من المجتمع قامت برمي كيس من الشرفة، جارتها نظرت فيها وقالت لها بالعبارة، ما قالت لهاش عيب عليك وعار عليك ولا أنك أسأتي للبيئة، قالت لها سيت ان جيست نون سيتويان.
هذا أخذ تعليق على هذه الكلمة، وكيف لنا أن نرسخ قيم أن نترجم هذه المواطنة في أعمالنا بداية من الحي. المدرسة جد مهمة اليوم، فيها انضباء، فيه نقاش حول تعليم قيم المواطنة للفالور دو لا سيتوينتي. نعم، هناك شوف الكلمة اللي قالتها سيدة. نعم، كلمة معبرة قوية جدا، لأنه المواطنة نعم هناك لحظة قوية الانتخاب كما قال زميلي، ولكن المواطنة تبدأ من تربية، من المنزل إلى المدرسة إلى كل الفضاءات، لأنه هناك الفضاء العام السياسي الاجتماعي المدرسي المرفقي، كل شيء المواطنة نعيشها يوميا. والمسؤولية، نعم هذه هي المسؤولية. المسؤولية، المسؤولية، المسؤولية بالمعنى، بالمعنى نعم، المسؤولية في الفضاءات العمومية. كيفاش نتجاوز الأنانيات، لأنه الجزائري محافظ على منزله، ولكن في الشرفة يرمي كما قالت منزله جيد مستوى رفيع كأنه عايش في لوس أنجلوس، خارج الحي في حيه كأنه عايش فيه. شكرا أستاذ دخينيسة أحمد، وأنت أستاذ في جامعة الجزائر، أستاذ في القانون العام محمد فقير. شكرا مستشار البرنامج، نلقاكم بخير. شكرا لكم، إلى اللقاء.